بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس. ما زلنا مع مبادرات الخير اللي هي اعظم واجمل وارقى الخدمات الانسانيه، لان فيها تكافل وفيها رحمه ومحبه وتعاون واحساس بالغير. واحنا في واحد من الناس متعودين دايما نطلق عشرات المبادرات، وفي نفس الوقت بنشجع كل مبادره في اي مكان. والنهارده الحقيقه جالي حد بعت لي بيقول لي انا عايز اقول لك ان في ناس طيبين بيعملوا خير، يعني ممكن نسميها دليل الخير، يعني واحد دلنا على ناس بيعمل خير. باختصار اللي بعت لنا واحد مريض عنده سرطان وكان محتاج يروح مستشفى بالليل، ما عندوش قدره ماليه، قال لنا ان في ناس عندهم عربيات بالليل بيشغلوها لوجه الله من الساعه 12 بالليل، يعني توصل الناس المرضى للاماكن اللي هم عايزينها. الحقيقه الفكره يعني عجبتني جدا وقدرت جدا اللي عاملينها، فحبيت انزل واروح اشوف بنفسي اصحاب هذه المبادره اللي بيعملوا خير وبيستخدموا عربياتهم علشان يوصلوا الناس الغير قادرين عشان خاطر يتعالجوا او يروحوا مستشفى. بجد مبادره جميله، بحيي اللي عملوها، وتعالوا نشوف المبادره مع بعض. استاذ كريم اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحقيقه انا قريت على المبادره بتاعتك، عندك عربياتك بتشغلها من 12 ل 6 بالليل ل 6 صباحا بالمجان لنقل كل الناس المحتاجين، مظبوط؟ المحتاجين. احكي لي. والله الفكره دي جات لي من سنه، انا كنت مسافر وابني اتعور في البيت وانا ما كنتش موجود، فلما ابني اتعور فزوجتي نزلت في الشارع مش لاقي اي حاجه، ولا مع ابلكيشن تطلب اي حاجه ولا تاكسي ولا اي حاجه، راحت لغايه المستشفى ماشي، ما مفيش اي مواصلات خالص توصلها. فمن هنا جات لي الفكره ان انا ممكن اقدر اساعد حد يكون محتاج في الوقت ده، اقدر ان انا برقم تليفوني اسيبه على الانترنت بطلع له عربيه تروح توديه مستشفى، تروح توديه اي مكان بدون اي مقابل. بس انا عرفت ان كنتوا كمان كان ليكم نشاط كويس في فتره يعني ازمات كورونا بالليل يعني انا كنت بعمل المبادره دي يوم واحد في الاسبوع قبل كورونا، يوم الجمعه، لان دي الاجازات بتاعت العربيات. لكن في كورونا كده من الحظر من الساعه 6 لغايه الصبح، فكده مفيش اصلا شغل لينا، فخليتها 12 ساعه اي حد محتاج اي حاجه العربيه بتوديه، حتى المستشفى، حتى لو عنده اي حاجه. ما بتاخدش اي مقابل من اي حد؟ لا لا طبعا. يعني اي حد بالليل بيتواصل معاك مريض ما عندوش القدره الماليه يتواصل معاك بتنقله ببلاش؟ طبعا. هي اصلا ما ينفعش اصلا اخد فلوس، لان انا عاملها كده بدون اي مقابل، ومش مش مش انا بس اللي مشارك فيها، الناس اللي شغاله معايا. ممكن تديها لهم بعد اذنك؟ اتفضلوا يا جماعه. اهلا بيك، اتعرف بيك. اسلام. اسلام. انا عرفت انك انت بالليل من 12 ل 6 بتشتغل على العربيه دي لوجه الله. تمام، حصل. بس احنا بنطلع في اعمال خير. يعني من الفتره دي المفروض ان احنا مثلا عندنا شغل، لا احنا خريج ايه؟ انا بكالوريوس تجاره. تمام. فاحنا عندنا المفروض شغل، فاحنا لا ممكن يجي لنا حاله في اي لحظه في اي وقت. احكي لي جالك ايه؟ جالنا في مره كنا قاعدين ولسه مش عارفين ايه الترتيب اللي جاي، فتليفون ست كبيره في السن مريضه ولازم تتحرك دلوقتي تروح مستشفى، فكان اقرب مستشفى لينا كانت هي مستشفى الهرم، وقدرنا الحمد لله وتوفيق من ربنا ان احنا نتحرك بيها، والحمد لله تم ان هي ربنا كرمها وشافت. وما خدتش منها مقابل؟ لا. بيعمل خير ما استناش مقابل. مظبوط. اتعرف بيه. محمد احمد. عندك خريج ايه يا محمد؟ خريج بكالوريوس نظم معلومات. احكي لي بعض المواقف اللي شفتها. استاذ كريم اتصل بيا كانت الساعه 4:30 الفجر، فبيقول لي في حاله هتروح تاخد منها مبوس اكسجين تروح تملاها وتديها لها تاني. رحت مليتها وديتها لها تاني، فضلت معاها تحت خالص لغايه ايه؟ الحمد لله ربنا خد بيدها. تعرف عليك. كريم رجب. خريج ايه؟ خريج حقوق. تمام. وبرضه انت بتشتغل من 12 ل 6 بالليل على العربيات بتاعت الاستاذ كريم بالمجان، صح؟ الحمد لله. احكي لي بعض المواقف اللي شفتها. موقف يعني في واحده كانت مريضه، خدناها وديناها المستشفى وبعد ساعتين توفت، كانت مريضه بالكانسر. ده من المواقف المؤثره اللي الواحد شافها في ايام الكورونا. من 12 ل 6 اروح انام في البيت، من 12 ل 6 الفجر ده يعني وقت الراحه.
ولو اشتغل تاخد فيه فلوس، هتشتغل فيه وما تاخدش فلوس ايه يعني؟ ايه النظريه عشان يمكن الناس تقلدك وتعمل خير زيك؟ لو ربنا كرمنا وعملنا خير هنلاقي خير، والحمد لله ربنا كرمنا وكنا بنساعد اي حد كان بيحتاجنا كان بيلاقينا الحمد لله بفضل الله. يعني لو جالك اوردر بفلوس وجالك اوردر ببلاش الساعة 12 لحد مريض عايز يروح المستشفى، هتاخد ايه؟ ربنا كرمني اصلا الصبح فمش محتاج الفلوس بالليل، كده كده ربنا كرمني. فحد تعبان ده محتاجني ممكن يكون مش معاه الفلوس اللي هو يركب بيه حاجه، لكن كده كده اللي هيطلب هيطلبني انا او يطلب غيري، هيقدر يتصرف يطلب غيري. مفيش مره كده يا كريم يعني رجعت نفسك قلت ده انا بصرف بنزين والعربيه فيها استهلاك؟ مفيش كده الشيطان مره وسوس لك كده؟ لا لا استحاله استحاله، لان انا بيجي لي شكر كتير جدا 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 من الناس، فدي بتكفيني قوي. مش هبص للفلوس يعني. في نشاطكم في القاهره بس ولا محافظه؟ لا قاهره. القاهره يعني اي مكان حد مريض يكلمكم بالليل بالمجانه؟ انا موزع اصلا على الجروبات بتاعه الهرم بالاخص عشان احنا نبقى قريبين، لان لو حد بعيد عننا بشويه وحالته تعبانه انا ممكن اقعد ساعه بما اروح له، ممكن يكون حصل له حاجه، لكن انا بحط الاريا بتاعتي الهرم. انا بقدركم جدا وبحترمكم كلكم، وربنا يكتب من امثالكم ويجازيكم خير على الخير اللي بتعملوه والبركه فيك. شكرا. انت بتعمل خير كتر الف خيرك. شكرا دكتور. شكرا في ميزان حسناتك. وانا حبيت اقدم لكم يعني هذا النموذج الجميل، يعني راجل عنده شركه عربيات ومجموعه شباب خريجين جامعات كلهم ناس محترمين افاضل، كلهم متبرعين، ده متبرع بعربياته، دول متبرعين بسواقتهم وشغلهم ومجهودهم في سبيل ان من 12 ل 6 اي حد مريض في اطار محافظه القاهره بيخدموه بالوجه الله بدون اي مقابل. يعني الحقيقه هي مبادره خير جميله. اسمها ايه المبادره؟ الرحمه. مبادره الرحمه. اتمنى والله يا ريت كل واحد يعني كل سواق تاكسي، كل واحد عنده تاكسي، كل واحد عنده عربيه بيأجرها لشركات العربيات، يعني ممكن تتاجر مع ربنا فتره بسيطه، تنقل حد ما عندوش القدره الماليه وتقول من الساعه كذا للساعه كذا ببلاش، هتاخد ثواب كبير وربنا يفرج بيه كرب انت ممكن تعافيه بعد كده. حبيت اقدم لكم هذه المبادره الجميله وبشكركم جدا جدا.